ولمزيد من المتابعة ننتقل للزميل همام مجاهد موفد القاهرة الإخبارية من معبر رفح. تحياتي همام وإليك. حيث تبدو العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة لليوم الخامس على التوالي، نستمع إلى أصوات المدفعية وأصوات الطائرات المسيرة وحتى الطائرات الحربية التي تدك بعض المواقع التي يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها تابعة للفصائل الفلسطينية، تحديدا حركة حماس داخل مدينة رفح الفلسطينية تحديدا من الناحية الشرقية. طوال الساعات الماضية كانت هناك اشتباكات فيما بدا أنها متقطعة بحسب الأصوات التي نستمع إليها في هذه النقطة من الجانب المصري، وإن استخدمت أيضا في هذه الاشتباكات قوات الاحتلال الإسرائيلي كما تستخدم عادة الطائرات المسيرة وتستخدم المدفعية بالإضافة إلى الأسلحة المتوسطة والرشاشة في هذه الاشتباكات بينها وبين الفصائل الفلسطينية لا سيما حركة حماس. على أي حال، في صبيحة هذا اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بتعميق عملياته العسكرية في رفح الفلسطينية ودعا إلى إخلاء حيين مدنيين آخرين في شرق مدينة رفح، وطلب الأهالي والنازحين الذين كانوا متواجدين في هذه المناطق بالنزوح إلى منطقة المواصي أو إلى مناطق خان يونس أو حتى إلى مناطق وسط وغربي مدينة رفح الفلسطينية. في كل الأحوال الأمور تبدو هادئة نوعا ما، هادئة نسبيا، لا يخترق هذا الهدوء النسبي إلا تقطعات من أو إلا أصوات المدفعية التي تقوم بين الحين والآخر قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدامها وإطلاق قذائفها تجاه وسط وغرب مدينة رفح الفلسطينية. فيما بدا ايضا من الاخبار التي جاءت من اسرائيل فان تحديدا من قطاع غزه او من قطاع غزه بشكل اساسي فان ثلاثه مواقع تتمركز فيها العمليات العسكريه بشكل مكثف في هذا الصباح. الموقع الاول هو في شمال قطاع غزه في تحديدا في مخيم جباليا، حيث دعت قوات الاحتلال الاسرائيلي ايضا النازحين وسكان منطقه جباليا الذين لا زالوا متواجدين في هذه المناطق بالنزوح الى غرب مدينه غزه. المنطقه الثانيه التي ايضا يتمركز فيها أو تتمركز فيها العمليات الإسرائيلية بكثافة طوال ربما ثلاثة أيام هو حي الزيتون في مدينة غزة. المنطقة الثالثة حيث أو بجوار ما المكان الذي أقف فيه وهو شرق مدينة رفح الفلسطينية، تحديدا في الأحياء التي تعمل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتواصل عملياتها وتوغلاتها وتعمقها في هذه العملية كما أعلن مجلس الحرب الإسرائيلي. على أي حال، المساعدات الإنسانية التي من المفترض طوال 7 أشهر كانت تدخل من الجانب المصري للجانب الفلسطيني متوقفة اليوم الخامس على التوالي. هذه الشاحنات لا تزال مستقرة في منطقة رفح المصرية وفي منطقة الشيخ زويد ومناطق وشوارع والأحياء الكبيرة في مدينة العريش المصرية انتظارا لإدخال هذه المساعدات حال السماح وحال تهيئة الظروف الأمنية والعسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. منذ أن سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعابر بين الأراضي المصرية وبين قطاع غزة من الناحية الفلسطينية توقفت حركة المساعدات بشكل كامل وتوقفت حركة الأفراد الفلسطينيين الذين كانوا ينتقلون من قطاع غزة للأراضي المصرية. دعوات مصرية حثيثة وجهود مصرية ربما تدعو الجانب الإسرائيلي إلى إعادة واستئناف حركة المعابر لإدخال هذه المساعدات في ظل وضع شحيح بالنسبة للمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والصحية التي يحتاج إليها أو التي يحتاج إليها السكان في قطاع غزة، ذلك فضلا عن مئات الآلاف من النازحين الذين يقطنون في مدينة رفح على الأقل من الناحية الوسطى والناحية الغربية لمدينة رفح الفلسطينية. كما تقول الإحصائيات الدولية فإن أكثر من 1,400,000 نازح لجأوا وهربوا من العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة ووسط قطاع غزة وصولا إلى أقصى جنوب قطاع غزة إلى مدينة رفح الفلسطينية.